وهي بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وانتظرت هذا اليهودي، فلما اقترب فجأة خرجت عليه وبالعمود ضربته. ألا يا أم لو تدري عذاب. ماذا يراد من المرأة بعد كل هذا؟ أي قال أن المرأة لا عطاء لها؟ نماذج فريدة خلدت هذه الأسماء في التاريخ. عذاب البعد يكويني، فلا عطف ولا حب ولا قلب يواسيني. إلى جنبيك يا أمي. إلى جنبيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا في حديث متواصل مع هذه الكوكبة من النساء الخالدات. تواصل بنا الحديث في الصحابيات والزاهدات والعابدات والفضليات، وانتقل بنا الحديث إلى بيوت الملك، وتحدثنا عن أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان، أخت عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس رحمه الله تعالى، وبينا فضائلها وفصاحتها وأدبها ومكانتها وعلمها وفقهها وروايتها للحديث النبوي الشريف وحفظها للقرآن الكريم، وبينا من محاسنها. ومن محاسنها كذلك أنها كانت ذات نخوة حتى على خصوم أهلها، حتى على أعدائها كانت ذات نخوة، ولها قصة شهيرة في هذا الأمر. تعرفون السياسة لا ترحم، ودائما هناك صراعات سياسية، وقد ثار على أبيها وعلى ثار على عبد الملك بن مروان عمها الخليفة، ثار عدد من الناس، من بين الذين ثاروا على عبد الملك بن مروان مصعب ابن الزبير اخو عبد الله بن الزبير رحمهم الله جميعا، وثار ثورة كادت تعصف بالدولة الأموية، وكان له انصار عظيمين. وفي تلك الفترة ما كان تعرفون تلفزيون واعلام ودعاية، كان الدعاية الرئيسية هي الشعر، اذا قيلت ابيات شعر انتشرت بين الناس، فكان هؤلاء اهل السياسة يحرصون على الشعراء لأهمية الشعر في ذلك الوقت وفي هذا الوقت وفي كل زمان. الشعر يتحول إلى أناشيد تطرب بها الآذان وتنتشر كالنار في الهشيم. فكان داعية مصعب بن عمير، مصعب بن الزبير، كان داعيته والذي يعني ينشر الأشعار في نصره وفي تحريك الجماهير له عبيد الله بن قيس الرقيات، وكانت أشعار جميلة جدا ومؤثرة في الناس، فتناقلتها الأخبار وانضم الناس بالعشرات بل بالمئات والأهلاف إلى مصعب بن الزبير. نسمع بعض شعره حتى تعرفون قوة شعر ذلك الزمان وأثره في النفوس. فكان يمدحه فيتناقل الناس هذا المدح، ويهجو الدولة الأموية فيتناقل الناس هجو عبد الملك بن مروان، ويقارنون بين الاثنين فيعرفون مكانة مصعب. إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك رحمة ليس فيه جبروت يخشى ولا كبرياء، يتق الله في الأمور وقد أفلح من كان همه الاتقاء. فيمدحه وفي نفس الوقت يطعن بأعدائه. وثار مصعب ابن الزبير وحدثت المعارك بينه وبين الدولة الأموية، لكنه في نهاية هزم وقتل رحمه الله تعالى، وانتصر عبد الملك بن مروان، وأرسل يبحث عن هذا الشاعر، لأنه كان كما يقولون وزير الإعلام عند مصعب بن الزبير، فأهدر دمه يأتون به حيا أو ميتا من أي مكان، فهرب، بدأ يبحث عن مكان يلتجئ إليه، ففكر في الجواد بن الجواد من أهل بيت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت الكريم. ذهب إلى الجواد بن الجواد عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. جعفر
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه من سادة الشهداء ومن خيرة الصحابة، وهذا ابنه وقد خلد التاريخ اسمه بالفضل والصلاح والمكانة، وفضله في الجود كان يعتبر أجود من حاتم. ولو كان هناك وقت لفصلت لكم في سيرة ابن جعفر الجواد عبد الله بن جعفر، سيرة في الكرم والجود متناهية. إذا كان أهل الجاهلية يفتخرون بحاتم، فنحن في الإسلام نفتخر بعبد الله بن جعفر في كرمه وجوده. استقبله عبد الله بن جعفر وما كان يرد أحدا حتى خصومه وأعداءه، ولما عرف أنه يريد حماية قال له أنت جريمتك عظيمة جدا، وقال له كلمات، قال ويحك يا ابن قيس، ما أجدهم في طلبك وما أحرصهم على الظفر بك، فقد ملأ شعرك الأسماع في غريمهم مصعب بن الزبير، وشغل الناس شعرك يعني شغل الناس بطلاوته وجماله وأثره في النفوس. ما عندي حل، أنا ما أستطيع أعمل لك شيء، لو بيدي أنا حاضر، ولكن فكر قال ولكن أكتب إلى النجيبة الأريبة أم البنين. أم البنين رحمها الله تعالى، انظروا وصف هذا ابن الصحابي الكريم، هذا التابعي العظيم، هذا الفاضل الكريم، يصفها بهذا الوصف العظيم. يقول أكتب إلى النجيبة الأريبة أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان، فعبد الملك أرق شيء عليها، يعني إذا في أحد سيحنن قلب عبد الملك بن مروان فهو هذه المرأة، يحبها حبا انتشر حبه لها في الآفاق، الناس كلها تعرف أن عبد الملك بن مروان عند هذه البنت، ليست بنته، من قريباته، زوجة الوليد ابن عبد الملك، فيحبها حب شديد جدا ولا يرد لها طلبا. فأرسل إليها كتابا يسألها الشفاعة لعبيد الله بن قيس الرقيات، يقول قد لاذ بنا ودللناه عليك، يقول أنا ما أقدر أساعده، دليت أن أنت تساعدي. وصلها الكتاب فقرأته فعرفت أن عبد الله بن جعفر لا يرد، هذا الإنسان الذي كرمه على كل الناس كيف يرد؟ فوافقت على أن تتوسط في هذه الوساطة الخطيرة جدا، وهذا من نخوتها، يعني لو غيرها قالت والله هذا عدو الدولة وهذا مهدور الدم والخليفة غاضب عليه غضب شديد وسبنا وهجانا وشتمنا، ما لكن شوفوا سبحان الله أخذتها النخوة أنها ما ترد هذا الجواد الكريم. فذهبت إلى عمها واستأذنت، فأشار إليها جلسي، فجلست، فلما انتهى من أعمال التفت إليها قال اجلسي جنبي، فجلست جنبه، قال هل لك من حاجة يما البنين؟ قالت بأدب واستحياء نعم يا أمير المؤمنين، نعم يا عماه، لي حاجة أود أن تقضيها لي. عبد الملك بن مروان كان في منتهى الذكاء، يقولون لماح، يعرفها وهي طاهرة كما يقولون، فقال قد قضيت لك حاجتك، أي شيء تطلبينه حاضر، إلا واحدة وهي عبيد الله بن قيس الرقيات. شوف الذكي بدون ما تتكلم عرف أنها قد تتوسط هذه الوساطة، وحب أن ما يستثني عشان ما يتورط أن أعطاها كل ما تطلب. فهي أيضا كانت ذكية، قالت يا أمير المؤمنين لا تستثني علي، لو تعطيني أعطيني بدون ما تقول لي إلا كذا. فغضب، عرف أن هي تريد عبيد الله بن قيس، فأهم، فمن شدة غضبه ضربها على جبهتها وقام، فأخذت تبكي، وضعت يدها على خدها وأخذت تبكي، وبدأت الدموع تنزل، عمها يضربها وهو أحب الناس إليها وهو يحبها هذا الحب، فتأثرت هذا التأثر الشديد. فهو لما رآها بهذه الصورة وهي تبكي ما استطاع يصبر، وسبحان الله، يعني حتى الإنسان السياسي لكن يبقى في قلبه حنان.
فقال ارفعي يدك عن وجهك، قد قضيت لك حاجاتك كلها يا ام البنين، وان كان فيها شفاعة ابن قيس الرقيات. فوضعت يدها عن خدها وقالت يا امير المؤمنين، حاجتي ان تؤمن ابن قيس الرقيات، فقد كتب الي عبد الله بن جعفر، يعني كتب الي هذا الكريم المعروف يتوسط فيني، ما استطعت ارده، يسألني ان اسألك ذلك لعلمه بحلمك وسعة صدرك. فهو عرف انها وساطتين الان، وساطة من ابنته ووساطة من هذا الفاضل الكريم. فقال حبا وكرامة يا ام البنين، هو امن وهبت لك دمه. وجاء ابن قيس يعتذر ويطلب العفو، وانشد الاشعار في مدح ابن مروان، عبد الملك بن مروان، لعفوه عنه، وانشد الابيات والاشعار العظيمه في مدح ام البنين وفي مدح عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. فهكذا كانت ام البنين رحمه الله عليها في بيت كله خلفاء، أبوها والي مصر، عمها خليفة، زوجها خليفة، كل من حواليها، تكلمنا عن سيرتها، خلفاء، تعيش في هذا البيت الذي يحكم الأرض، أعلى وأعظم دولة في العالم، ومع ذلك كانت صاحبة الفضل والجود والكرم والإيمان والتقوى والعبادة، مثال للذاكرة العابدة الموصولة القلب بالله رب العالمين، ومثال كذلك للجود والكرم والنخوة، مثال لبنات الملوك وسيدات القصور أن يقتدين بها ويكن مثلها. فلا يعني العيش في القصور أن تفقد المرأة معاني الإيمان ومعاني الزهد وتتعلق فقط بالترف، كلا، بل شأنها، وقد حباها الله سبحانه وتعالى بسلطان ومال، أن تسخره في طاعة الله رب العالمين، وتبني لها قصورا في الجنة، كما قالت آسيا زوجة فرعون الذي هو أعلى حاكم في ذلك الوقت، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. فإذا كنا يا بناتي يا أخواتي يا من حباكن الله هذه المكانة الرفيعة في القصور وفي الحكم، أن تسخرن هذا كله لله رب العالمين. والحديث يجر بعضه فيجرنا إلى الحديث عن امرأة أخرى خلد التاريخ اسمها، فإن ذكرت سيدات القصور وإن ذكرت النساء في الحكم وأثرهن على الدول، فلا بد من ذكر زبيدة بنت جعفر، زبيدة زوجة هارون الرشيد. يقول عنها الإمام الذهبي، وهو من هو في فضله ومكانته، يقول الست المحجبة، ما كانت متبرجة ولا تظهر للرجال، الست المحجبة كانت عظيمة الجاه والمال، لها آثار حميدة في طريق الحج، وكان في قصرها من الجواري 100 جارية يحفظن كتاب الله رب العالمين. هذا شهادة من رجل يعتمد عليه في تجريح وتضعيف الرجال في الحديث النبوي الشريف، فهو يمدحها هذا المدح. وقال عنها الشاعر: بلغت من المفاخر كل فخر، وجاوزت الكلام فلا كلام، إذا نزلت منازلها قريش، إذا نزلت منازلها قريش نزلت الأنف منها والسنام، تقى وسماحة وخلوص مجد، إذا الأنساب أخلصت الكرامة. إذا انظروا بما توصف من هؤلاء، توصف بالتقوى والورع والفضل والكرم والجود، وهذه صفات تتيسر لمن شاءت من سيدات وبنات القصور. يصف الإمام الذهبي زوجها هارون الرشيد
الذي يطعن فيه اليوم، ولا تروى عنه إلا روايات أبو نوهاس الذي يعني كلها مجون وأمثال ذلك. كلا، وإنما قال أن يقول عنه الإمام الذهبي: أنبل الخلفاء وأحشم الملوك كان ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي، وكان يحب العلماء، وكان كثير الإنفاق والصدقة، يعظم حرمات الدين ويبغض الجدال في الكلام. إذن هي تنشأ في هذا البيت العظيم، وهي زبيدة بنت جعفر ابن المنصور، فأبو زوجها أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الشهير، ويقولون عنها عباسية هاشمية قرشية. فإذا صاحبة نسب عظيم، ولدت في سنة 145 هجرية بالموصل، وقذف الله سبحانه وتعالى محبتها في قلب جدها أبي جعفر المنصور، كان يحبها حبا شديدا، وهو الذي أطلق عليها اسم زبيدة وسماها زبيدة لبياضها ونضارتها. تنقلت من شرف حسيب إلى كرم مجيد، إلى سؤدد وفضل، إلى عز عشيرة ونسب عظيم. إذا نحن نتكلم عن امرأة إذا قيل سيدة قصر ومن بنات الملوك، فهي زوجة ملك وحفيدة ملك، وتربت في القصور منذ نشأتها بل ولادتها. يقول عنها الخطيب البغدادي: كانت معروفة بالخير والإفضال على أهل العلم، وكانت صاحبة بر على الفقراء والمساكين. يقولون: لم تحظ امرأة بما حظيت به زبيدة من السؤدد والمجد والمكانة، فهي امرأة تعد تسعة من الخلفاء. اسمعوا، من أشهر خلفاء بني العباس ابنها محمد الأمين، زوجها هارون الرشيد، ابن زوجها المأمون، ابن زوجها الواثق والمتوكل، عمها المهدي، جدها المنصور، عم أبيها أبو العباس السفاح، وابن عمها الهادي. فأي امرأة تعيش في هذه المكانة من الحكم والسلطان والمجد؟ زبيدة عربية، يقولنا أن في دولة بني العباس تولى الخلافة 37 خليفة، لم يكن منهم ابن عربية إلا ثلاثة، من 37 كلهم أبناء نساء عاجم، إلا ثلاثة كانوا أبناء عربيات: أبو العباس السفاح، وأبو جعفر المنصور، ومحمد الأمين ابن هارون الرشيد ابنها. فكان من يتفاخر العرب بها، لأنها هي يعني ابنها ابن قرشية وابن قرشي، فصاحبة مكانة عظيمة في النسب. إذا النسب وملك ومال وسلطان وكلمة مسموعة، تجمع لها كل شيء. وكانت فريدة، يقولون عنها كانت فريدة بني العباس في الفضل والعلم والتقوى والعفاف والثقافة، وكانت قد تمتعت بعلوم القرآن والسنة والمعارف والأدب، وكانت شاعرة تصف رقائق الكلام، وسنذكر شيئا من هذه المعاني. لما خطبها هارون الرشيد وتزوجها، كان زواج يعني ذكر به المثل في التاريخ، لكن توقف هنا، كان زواج فيه إسراف. وصلت نفقات ذلك الزواج 55 مليون درهم، لكن طبعا جزء كبير منها انه عمل الولائم في الشوارع لكل الناس في بغداد، لكن كان اسراف شديد، زينة شديدة. نحن نذكر الخير ونذكر الملاحظات،
فهي صاحبة فضل وهارون صاحب فضل، لكن أيضا كان عندهم إسراف شديد في قضية الأموال وتلاعب بأموال الدولة بشكل لا ينبغي لهم ولا يجوز. هذه أموال يجب أن تنفق في مصلحة البشر وتنمية الجهاد وتنمية الدولة وقوتها، فكان في إسراف شديد. لكن ذكر الناس وخلدوا هذا العرس وتربت، تعرفون هذه التربية فتربت على الإسراف، تربت على الإسراف، ويقولون يعني وصل من إسرافها لأنها هكذا عاشت، فيقولون طلبت أن يصنع لها بساطا من ديباج فيه صورة كل حيوان من كل الأجناس وصورة كل طائر نزجت بالذهب، وأعينها أعين هذه الحيوانات من يواقيت وجواهر، أنفقت عليه 1,000,000 دينار ذهبي على هذا البساط. فهذا كله شيء من الإسراف الذي تربت عليه. ويقولون أنها كانت صاحبة موضة، يعني كانت هي التي غيرت الملابس في زمانها، وكنا النساء يتطلعن إليها في قضية الملابس، فهي التي أحدثت المناطق اللي مثل الحزام من جواهر والنعال مرصع بالجواهر، واتخذت ثيابا من الوشي الرفيع يزيد ثمن الثوب عن 50,000 دينار ذهبي. فهذا هذه البيئة التي نشأت بها، سبحان الله، بيئة عجيبة جدا، يحرصون على تعليمهم القرآن وتعليمهم الفضل والعلم والأدب والشعر بهذا المستوى الراقي من الثقافة، لكن في نفس الوقت طرف شديد، الجواري والذهب والملهبس والبسط وغيرها. جمعت الأمران، جمعت هذين الأمرين بشكل عجيب، وهكذا كان ذلك الزمان. والأفضل منها من استطاع أن تتجاوز هذا الأمر وترتقي عنه وتسخر نفسها لقضايا التقوى والورع والزهد والجهاد والإنفاق، كما رأينا في أم البنين كانت أفضل منها في تلك السيرة، لكن صاحبتنا زبيدة كانت أعلى. لما تربت على هذا الكرم الشديد رأينا سبحان الله استطاعت أن تسخر هذه الأموال فيما بعد، وتسخر هذا الكرم وهذه النقوة التي عندها لخدمة الناس، كما سنرى بشكل واضح جلي خلدها في التاريخ. ولها قصة شهيرة في قضية نخوتها، كما رأينا وقفة أم البنين مع الرقيات الشاعر الذي كاد يقتل، فلها هي وقفة أيضا في قضية النخوة. من ذلك أنها تعرفون كامرأة غنية صاحبة أملاك كبيرة جدا، كان عندها كاتب حسابات، هذا مثل ما يقولون الوكيل المباشر لها، وكان لها أعداد كبيرة من الناس اللي ينوبون عنها في الشراء والبيع وغيرها. فواحد منهم يشتري ويبيع ويصرف على نفسه، فلما حاسبوه طلع عنده نقص 200,000. 200,000 مبلغ كبير، فأصرت أن يدفعهم يعني حتى ما يتجرأ الوكلاء ينفقون من أموالها بدون ما يرجعون إليها ويصرفون على أنفسهم، فأصرت فما استطاع أن يدفع، فأخذ إلى السجن. هنا بدأ يوسط أصحابه، فتوسط إلى صديقين لهم مكانة في البلد، هما عيسى بن فلان وسهل بن الصباح. فتوسط الرجلان ذاهبان ليكلم الوكيل، وكيلها اسمه داود، فذهب إلى داود ليكلماه في قضية هذا الوكيل الذي الفرعي، الوكيل الفرعي الذي يعني انتهب الأموال. في الطريق لقاهما رجل من أعيان الدولة، وزير المهدي، هو الفيض بن أبي صالح، فسألهما إلى أين، قال نحن ذاهبين إلى داود كاتب زبيدة لأجل أن نتوسط لصاحبنا فلان يعني أن يخرج من السجن. قال تحبان أن أكون معكما في هذه الوساطة؟ قال نعم. فذهب الثلاثة إليها، إلى داود وكيلها، كلموا داود في الموضوع، قال والله هذا أمر ليس بيدي، هذا أمر بيد زبيدة. صحيح بعض الناس سبحان الله يوكلون وكيل وينامون ويلعب ويسرق وكذا، حتى النساء يعني إذا كان عندها أموال وكذا ينبغي تكون فتحة الحرف هذا يجري. فزبيدة كانت على سعة الأموال الرهيبة التي عندها، لكن مع ذلك
كانت واعية. ففي مسائل انا ما استطيع اتدخل فيها، فدعوني استشير ام جعفر. فكتب اليها يخبرها بالخبر ويطلب منها يعني اطلاق هذا الوكيل. فقرأت الرقعة فوقعت عليها بان يعرفهم داود بما وجب عليه 200,000 ويعلمهم ان لا سبيل لاطلاقه حتى يدفع الاموال حتى لا يتجرأ الوكلاء عليها. الثلاثة قرأوا الرسالة ايسى وسهل، قالوا خلاص احنا توفقنا ما استطعنا نفعل شيء. فالفيض الوزير قال كأنكما يعني تؤكدان حبس صاحبكم. لا والله روحوا انتوا انا ما اتركه. فكتب لداود ورقة قال اموال علي خذوها مني. شوفوا النخوة، رجل صاحب مكانة صح اخطأ لكن ما اتركه. فقال ايضا ما استطيع اقبل منك الا باستشارة زبيدة. فارسل اليها الورقة من الفيض انه تولى الاموال. فاجابت بإجابة قالت ردا على الورقة بورقة قالت انا اولى بهذه المكرمة من الفيض ابن ابي صالح، فاردد عليه كتابه بالمال وادفع اليه بالرجل وقل له لا يعاود مثل ما كان عليه. فرغم انها ضربت من قبل هذا الرجل وسرق اموالها، لكن انظروا 200,000 تنازلت عنها حتى لا يسبقها احد بالنخوة والكرم. فكانوا يتنافسون على مثل هذه المعاني. زبيدة صاحبة الفضل والمكانة ومن اعظم فضائلها ما فعلته بالحج. وهذا حديثنا في لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. انا يا ام لو تدري عذاب البعد